بالمجتمعون، المجتمعون في العالمين لا يدركون هذا الخطر الذي تتفضل به يا سعة اللواء؟ كيف ما يدركوا إذا هم ما أدركوا هذا؟ شو راح يساووا؟ مؤثرين في الأنظمة العربية، وهم أصلاً يعني حجر الزاوية في الاستقرار العربي والتعقل والحكمة. يعني مين بدك يتعقل لعاد؟ جيبوا القذافي من جديد يعني. طب مين؟ لا شو راح يساووا يعني؟ طيب إذا بيعرفوا شو ساووا، شو ساووا، شو راح يساووا؟ أخي هنالك لابد أن يكون قنوات اتصال دبلوماسية مع أطراف عديدة يعني، وهذا نشاط وزارات الخارجية، وسيكون لها يعني قيمة إيجابية معينة اتجاه بؤر صراعات محتملة قد تنفجر في أي لحظة بالمنطقة. المنطقة يعني كلها تقف على كف عفريت يعني. لا القرار مخبأ في طهران، مخبأ القرار في 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 تل أبيب، القرار مخبأ في دول عربية رئيسية كبرى مثل القاهرة، مثل دول الخليج، مثل الأردن، سوريا والعراق منحازة تباعا لإيران. تركيا نعرف إلى أي مدى تقف ما بين إسرائيل وما بين إيران وما بين المنطقة العربية. هذه قضايا معقدة أخي، صعب الإلمام فيها من خلال تحليل يعني قناة فضائية يعني. طيب أو تمام، واضح ساعة لواء. ابقى معي حتى نودع الدكتور عبد الله.